ولا الافلام اللي شاركتي فيها ما بتحبيش تفتكريها؟ ولا دور تاريخي عملته ولا في مسلسلات ولا في افلام. لو كنت بتتكلم عن مسرحيات فانا عملت شكسبير، كينج لير، وهاملت، لو انت مسميهم تاريخي يعني، وما تهيأليش ان انا فشلت فيهم دول خالص. دول كلاسيكيات. طب ما هم تاريخي. طب اوكي، بس ما تهيأليش ان انا فشلت فيهم خالص يعني، بالعكس. امال ليه كرهت التجربه؟ انا اشادوا النقاد بيا جدا في المسرحيتين دول، وكانوا مسرحيتين مهمين جدا، ومن ساعتهم مش راضي اشتغل مسرح علشان حاسه ان انا ابتديت بحاجات مهمه قوي في المسرح، اني مش عارفه ارجع بقى، مش عارفه اعمل حاجه اقل منهم في المستوى. شفت انت قلتي كام انا في الدقيقه اللي فاتت؟ ما قلتش انا خالص، انا قلت النقاد اشادوا بيا في المسرحيات، وده اللي حصل. ما هو النقاد نفسهم ما اشادوش بيا في حاجات كتير عملتها برضو، بس الواحد لازم يبقى شايف الحاجات السلبيات والايجابيات، لانه لو شاف السلبيات بس هينط من الشباك. طب جمهورك بيمثلك ايه؟